هي في حاجة لتعديل القانون أو تغييره أو إلغائه أو الإبقاء عليه. ونعقب. نعقب. إزاي نطلع لتقرير عشان نشوف هل إحنا بحاجة لتغيير القانون أو تعديله أو ولا أي مش عارف أي حاجة. نشوف التقرير ونرجع تاني. لازم يتعدل لان المشاكل هتكتر بين المالك وصاحب. انا هحس ان لو مالك واحد بيديني 10 جنيه هحس انه بيسرقني وبينهبني. انا مع الغاء قانون الايجارات القديمه لانه بيصادف ظلم كبير لاصحاب العقارات القديمه. لو في تعديل للقانون القديم يبقى يراعي الفئه دي. في فئه تانية اختنت على حساب القانون القديم، الفئه دي اصلا يعني مثلا قافله شققها وواخده مثلا فيلا اللي ممكن في التجمع الخامس في 6 اكتوبر في تجمعات كتير. بطالب يعني بالغائه وإيجاد حل للمستاجر. يعدلوا فيه إيه؟ ما هو خلي لكل اللي ساكن في إيجار قديم خليه قاعد. بأيد التعديل علشان برضه حفاظا على حقوق الملاك أصحاب العقارات أو أصحاب المحلات. الناس اللي هي زي مثلا والدي ووالدك أو أي حد مثلا برضه كان عايش زمان أكيد ليه شقة إيجار قديم، فما ينفعش تلغي خالص يعني. لازم الإبقاء على القانون القديم، مفيش حاجة اسمها تورث للابن بس. يعني إيه تورث للابن بس؟ هو بيبقى ليه ظلم طبعا لصاحب العقار وكده، ممكن يبقى يزود نسبة بسيطة يعني تعديله يبقى فيها نسبة بسيطة. لازم يكون في تعديل معلش الإيجار بالذات. ممكن نرفع الإيجار مثلا بطريقة محترمة تتناسب مع معطيات هذا الزمان. أنا مع الإبقاء على فكرة الإيجار. أقول أن قانون الإيجارات القديم قانونا مجحفا. في ناس دي حالات معاشات وفقراء نجيب منين إيجار؟ أنا ضد إن المستأجر يبقى عنده عمارة وياخد منها مبلغ قليل، بس برضه ضد إن حد يشرد الأسر دي كلها.